شو بتقول الأفلاك لمواليد العقرب بالأسبوع الأخير من شهر شباط فبراير 2023؟ عزيزي، يوم الثلاثة 21 والأربعة 22 لح تشوف إنه هن من أفضل أيام الشهر، بتفرح بلقاء أو مستجدات، ويمكن توصل إلى تصحيحات كبيرة محل ما كان في ثغرات، يعني بتحاول تصوب الأمور أو القدر بيساعدك على تصويبها. بتتعزز مواقفك ويمكن تعقد حلف جديد أو تشارك أشخاص بيكونوا مفيدين جدا لإلك. ما تنسى أنه لازم تصبر شوي وما تتسرع بأي شيء، بعدك بفترة دقيقة ويمكن تفاجئك بإنعكاسات سلبية لأعمال سابقة لإلك بين السبت 25 والأحد 26. بعض مواليد العقرب بيتألموا من وضع قاسي جدا بهاليومين، بس الأفلاك بتتأرجح بين الإيجابية والسلبية ويمكن تعوض لك عن بعض التجارب المرة بنهاية الشهر.